راشد يقول: ما رأي الدين في التلقيح الصناعي؟ التلقيح الصناعي يا راشد قد صدرت فيه فتوى من المجمع الدولي بأنه جائز بشروط، وهذه الشروط أولها أن تكون النطفة من الزوجين، يعني الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من زوجته، فلا يجوز أن يكون النطفة من أجنبي أو من أجنبية، لا. ثانيا أن يحقن بها رحم الزوجة، فلا يجوز استئجار رحم من أجل أن نضع فيه تلك البويضة التي لقحت بذلك الحيوان، لا، بل لا بد أن تزرع في رحم الزوجة. ثم ثالثا أن يكون ذلك في مركز موثوق يعمل على الاحتياط للأنساب وعدم اختلاطها. نعم.